هذا القطار القادم من بودابست والمتجه إلى ميونخ مرورا بفيينا يخلو من أي مهاجر، وهو الذي شهد منذ فترة وجيزة أكبر عدد من اللاجئين الفارين من الحروب. تستوقف الشرطة المجرية كل لاجئ يمر عبر هذا الخط، وهي المتهمة من طرف قطاع عريض من المهاجرين بالقسوة. لا أعتقد أني رأيت في محطة القطار أي لاجئ، في الغالب لم أرى أحدا. المتضامنون النمساويون مع المهاجرين أقاموا نقاط دعم وتوجيه للقادمين وعائلاتهم، وبدت الأيادي سخية بشراء تذاكر السفر لهم لإكمال مسيرتهم، وليس انتهاء بتزويدهم بالطعام والشراب وحليب الأطفال. ساعدت لاجئين كنت أشعر بالأسى لحالهم، واشتريت لهم تذاكر للسفر إلى ميونخ ليصلوا إلى مبتغاهم بسلام. سارعت بعض الأحزاب النمساوية إلى المشاركة في هذه المبادرات الشعبية، وتضاعفت أعداد المتطوعين بعد ليلة حافلة ومسيرة تأييد منقطعة النظير للاجئين بفيينا. أنا هنا منذ اليوم الأول نجمع المساعدات للاجئين، ونحن بانتظارهم وليس واضحا متى سيصلون. عادت الشرطة النمساوية لتحتل مراكزها الحدودية بينها وبين المجر بحثا عن المهربين، مشهد يعود الذاكرة إلى فترة الحرب الباردة عندما كان هذا الخط بين البلدين هو الخط الفاصل بين المعسكر الشرقي والغربي. ما يحدث في العاصمة المجرية بودابست يسمع صداه في المناطق النمساوية المحاذية للمجر. عبرنا المراكز الحدودية بين الدولتين، ولا يبدو أن مسيرة اللاجئين حافظت على قوة دفعها رغم الانتقادات التي وجهتها الحكومة النمساوية إلى بودابست بسبب تعسفها في التعامل مع اللاجئين. نحن نتعاون مع دول الجوار، وسنواصل هذا التعاون مع ألمانيا وسلوفاكيا لمحاربة مهربي البشر. توارت الطبقة السياسية في جناحها اليميني والمحافظ بعد مأساة اللاجئين السوريين التي يعاينها النمساويون بأم أعينهم في شوارعهم ومدنهم. عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.